بنو إسرائيل قالوا له يا كريم الله آبائنا يذكرون، لأن الفاصلة بين موسى عليه السلام وبين سيدنا يوسف 1800 سنة أو 1400 سنة على رواية، هاي الفاصلة الزمنية آبائنا عن آبائهم يذكرون أن يوسف الصديق، يوسف في مصر قبل وفاته وصى قال يا بني إسرائيل أولاد عشيرتي أنا أدري حسب العلم الإلهي يوم من الأيام يجي رجل هنا فرعون يظلمكم وأنتوا راح تطلعون من مصر، مو مصر. أنا أتعجب كثير من أن مصر، مصر ما عندنا بالقرآن جاي مصر، هاي اللغة صحيح خلنا نتلفظها، من مصر راح تطلعون يجيكم نبي اسمه موسى، تطلعون من مصر تروحون إلى الأرض المقدسة، تروحون إلى فلسطين، وصيتي إذا رحتوا لا تخلوني وحدي. قالوا يعني شنو؟ قال إذا رحتوا تأخذون جناستي وياكم. قالوا لك ذلك انطوا وعد. زين الآن أنت موسى لتروح ويا بني إسرائيل، يوسف بعده مدفون في مصر، لازم نشيل جثة يوسف نوديه ويانا إلى مصر وندفن عند أبيه يعقوب عليه السلام على نبينا والي عليه السلام. موسى عليه السلام قال إذا نرجع، ورجع لأن فرعون كان ميت رايح إلى جهنم، غرق فرعون، رجعوا. زين من يعرف وين مدفون يوسف؟ بحر ما يدري، رجال مدفون 1300 سنة أو 1800 سنة قبل، ضايع قبره. بحثوا في البلد وصلوا إلى امرأة عجوزة فوق 100 سنة عمرها، عجوزة، قالوا هاي تعرف، هاي سامع عن أبوها، أبوها عن أبوها كذا، عدها العلم. جاءها طلبها موسى عليه السلام، اجوا يوم العجوز قالوا لها موسى، موسى ابن عمران كريم الله يدعوك. قالت أنا ما عندي شغل وياه، هو عنده شغل وياي، هو خلي يجي. عفيه عفيه، هاي المرة العاجلة لبيبة تفتهم، أنا ما عندي شغل وياه، اللي عندي شغل وياي هو يجيني. فجاءها موسى عليه السلام قال لها أمة الله هل تعرفين قبر يوسف؟ قالت نعم هذا علم والعلم محترم. قال شنو قصدك؟ قالت أنا ما أعلمك إلا أن تنطيني اللي أريد، ثلاث حوائج عندي، إذا تطيني حوائجي أقول لك وين قبر يوسف، ما تنطيني حوائجي عم يقوم روح ما عندي شغل وياك، أنت جاي أنا ما جاي عندك. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام قال شنو حوائجك؟ قالت ها أنت نبي كريم الله دعائك مستجاب، أولا أنا شابة بعدي فوق 100 سنة عمرها، قالت أنا بعدي ولكن أريد الله يرجع لي الشباب، أصير بنية و14 سنة، هاي مشكلة النسوان هذه، أهم شيء عندها أن تصير شابة، لو عمرها 60 سنة قولي لي يوم قد عمرك؟ تقول لا تقول لي يوم أنا مثل أختك، أنا عمري 24 سنة. نعم قالت أولا ترجع لي شبابي، هذه الحاجة الأولى. موسى عليه السلام رفع يديه قال إلهي بقدرتك رد لها شبابها باللحظة بإذن الله، صار عمرها بنيم 14 سنة، حليوة شاب جميلة، هاي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قالت له أريد أربح، أريد أنت تتزوجني يا مرأة، أنا عندي مرأة جوزي من حالي. قالت كيفك ما تتزوجني؟ ما أقول لك العلم، تتزوجني؟ قال ما يخالف نتزوجك. هاي الثانية وين قبر يوسف؟ قالت باقي الحاجة الثالثة. الحاجة الثالثة شنو؟ قالت هنا تنطيني كلام في الآخرة بالجنة أنا أكون زوجتك وياك دنيا وآخرة. موسى عليه السلام ابتسم قال ولك ذلك. هنا أكو رواية، هو هذا الدميري يذكر في كتاب الجميل، يقول يوم من الأيام رجل، هذا الرجال النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يمر، مر على مزرعة هذا الرجال، الرجال ضيف النبي، رجل كان بالجاهلية طبعا آنذاك بعد مو مسلم، ضيف النبي، العرب يحبون الضيافة.
بعدين هذا الرجال عرف هذا الضيف صار رسول الله وعنده خير والدنيا انقلبت عليه صار ضعيف، قام اجى من البادية من القرية اجى عند رسول الله بالمدينة قال يا رسول الله تعرفني انا اللي ضيفتك فلان يوم؟ النبي قال له زين سل ما تريد الان شنو حاجتك؟ قال يا رسول الله اريد تطيني كم راس بعير واريد تطيني كم راس خروف شويهات واريد اعيش وياه. النبي عمر قال انتو كم راس بعير وخروف بمقدار يريد راح. لما راح النبي قال هذا الكم، قال ليته سألنا خير الدنيا والآخرة كعجوز بني إسرائيل. الصحابة قالوا يا رسول الله من هي عجوز بني إسرائيل؟ النبي قال هاي القصة. قال عجوز بني إسرائيل عجوزة طلبت ثلاث حوائج دنيا وآخرة، أولا رجعت بني حليه وشابة 14 سنة، ثانيا تزوجت مع موسى بن عمران حجة الله من أنبياء وللعزم وين تحصل هيك رجال، ثالثا أخذت من موسى كلام بالجنة تكون وياه. موسى عليه السلام قال لي زين هاي ثلاث حوائج، وين قبر يوسف؟ قالت ها أنا سامع عن أبوي وأبوي عن أبوه. وهكذا يوسف عليه السلام لما مات صار اختلاف بين الأسباط بين عشائر بني إسرائيل، كل واحد كان يقول يجب حينا يندفن عندنا. اتفقوا على أن يجعلوا جثة يوسف عليه السلام في تابوت من الزجاج، وهذا التابوت الزجاجي دفنوه عند مصب نهر النيل حتى لما نهر النيل يجي مي النيل يتبرك بجسد يوسف عليه السلام ينزل كل أهل النيل يستفيدون. هذا التبرك بماء تابوت جسد يوسف. هسه عرفت احنا ليش نتبرك بتربة الحسين لو ما عرفت؟ ها هذه قضايا كانت من القديم، الآن يجون بعض الناس يستشكلون ما أدري شنو دليلهم. فموسى عليه السلام أمر راحوا بالمكان اللي علمتهم العجوزة، راحوا طبعا العجوزة اللي صارت شابة، راحوا هناك في مصب الماء بالفعل شافوا التابوت الزجاج موجود، فحملوا تابوت يوسف الصديق عليه السلام ومعهم أخذوه إلى فلسطين ودفن عند أبيه يعقوب. الآن وين قبر يوسف الصديق؟ يوسف الصديق عليه السلام مدفون في فلسطين. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفتح لكم الطريق إن شاء الله، والله يهلك الصهاينة وتروحون إن شاء الله إلى زيارة إبراهيم الخليل عليه السلام وزيارة يعقوب وزيارة يوسف، هاي القبور الطاهرة هناك سلام الله عليه.